الموضوع ينضم إلينا من ميزوري الخبير التقني علي كلوب. أهلا بك سيد علي. ما هي المخاطر التي يخشاها قادة صناعة التكنولوجيا فعليا في الذكاء الاصطناعي؟ أهلا وسهلا فيكم والله يعطيكم العافية. لو نتحدث عن المخاطر اللي يخشاها قادة صناعة التكنولوجيا، يعني أنا حبدأ في موضوع أمن المعلومات، كما حدث مع شركة سامسونج بسبب بعض الأخطاء للموظفين فيها، إنه مشاركة بعض المعلومات يمكن السرية والخاصة بالشركات على خوادم أنظمة الذكاء الاصطناعي، مما طبعا يعيق إنه استرداد هذه المعلومات إذا كانت سرية. هذه أول نقطة. طبعا بندرج عدة نقاط من المخاطر. خلينا نحكي موضوع الأمن القومي للدول للحكومات، مما تسبب في بعض البلدان بسبب موضوع انتحال الشخصية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما رفع برضه الجرائم الإلكترونية. طبعا برضه موضوع انه كثير وظائف، هذا الموضوع التقليدي اللي بنسمعه كثير، وظائف كثيرة او ملايين الأشخاص هيفقدوا وظائفهم، هذا برضه بلا شك حيسبب أزمة في كثير من المجتمعات، وبلا شك هو واحدة من المخاطر اللي بدها تكون مدروسة. آخر نقطة ممكن نحكيها انه بعض رواد الأعمال عندهم تخوفات، خاصة قادة كبار الشركات، ممكن انهم تأخروا شوي في استخدام هذه التقنية، فهي بالنسبة لهم باعتقادي انها مخاطر. يعني أستاذ علي، ذكرت من مخاوف قادة التكنولوجيا من الذكاء الاصطناعي لتخلفهم عن الاطلاع على هذا وهذه التقنية، ولكن هل باعتقادك أنه إيلون ماسك نفسه تخلف عن اطلاعه حول الذكاء الاصطناعي؟ اوكي، جميل السؤال. هلا إيلون ماسك يعني هو لم يتخلف، هو من المؤسسين طبعا في شركة بالضبط، اوبن اي صحيح. اي، لكن اذا بدك تصور الشخصي، هو بعد انسحابه من اوبن اي اي، هو طبعا من ضمن الالف اللي وقعوا على الرساله، اعتقادي الشخصي شخص مثل ايلون ماسك او رائد اعمال مثل ايلون ماسك ما حيكون ممكن تخوفاته زي تخوفات الناس الثانيه. انا باعتقادي انه هو بده يكسب وقت اكثر، فموضوع حتى انه 6 اشهر الاتفاق اللي في الرساله، اشخاص رواد اعمال مثل ايلون ماسك توقعي بس لكسب الوقت اكثر، بحيث انه يلحقوا الركب للشركات اللي اوريدي صارت رائده في استخدام الذكاء الاصطناعي. نعم، لكن تفضل. طيب علي، هذه التقنيات الجديده لا تزال تطور الاختبارات الان والمفاجآت، ما زال امامنا كذلك اصدار جديد من شات جي بي تي. ما الذي يخبئه هذا التطبيق بما انه هو السباق واللي نال الشهره الاكبر حتى الان؟ جميل، يعني هذا السؤال لطيف، واللطيف اكثر اني انا سابقا كنت سائل هذا السؤال لتشات جي بي تي نفسه، يعني بين الفتره والاخرى بحاول هيك اطرح بعض الاسئله، فبدي احكي لك انا شو جاوب تشات جي بي تي نفسه على هذا السؤال لما سالته مثلا ماذا كيف انت ستطور نفسك في المستقبل. جاوب انه اليوم، هو طبعا جواب، انا بدي انقل لك جواب تشات جي بي تي، انه رغم انه ابهرنا بنتائجه بالتطورات والنتائج، خلينا نحكي اللي بناخذها احنا اليوم من تشات جي بي تي، لكن هي عباره عن نصوص، يعني هو بالنهايه برنامج محادثه بيرد علي بنصوص، فتشات جي بي تي بيرد بيقول لك اني انا متوقع في المستقبل اطور نفسي، اصير اعطيك ردود مثلا فيها مالتي ميديا، فيها مثلا صور، فيها فيديوهات. طبعا موضوع كثير كثير خطير وكثير لطيف اذا بدنا ناخذ الجانب الايجابي، بس اذا بتسمحوا لي بعض الامثله، اليوم في تطبيقات تستخدم الذكاء الاصطناعي قادره انها تعمل لي صور انا اتخيلها هي تصمم لي اياها، مثلا لو قلت صحيح بدي اشوف مدينه دبي في الثلج بصمم لي صوره احترافيه. طبعا هون ايش الجميل بالموضوع؟ انه صار يعمل صور. شو المستقبل؟ انا بتوقع بالمستقبل ما هي الصور مجموعه صور صار فيديو، وبالتالي ممكن احنا نصير ننتج فيديو بالذكاء الاصطناعي. فيديو يعني افلام، يعني ممكن اصير اعمل فيلم اللي بدي اياه بالابطال اللي بدي اياهم بالادوار اللي بدي اياها باستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل سريع. هاي يعني بعض الامثله على مستقبل استخدام الذكاء الاصطناعي في هذا المجال. يعني الذكاء الاصطناعي هو سلاح ذو حدين، لديه ايجابياته ولديه سلبياته كما ذكرنا علي. يعني خلينا نتحدث عن المخاوف، بما انه ذكرنا عن فتره 6 شهور للرساله تم تاخيرها لمصالح مثل مصالح الشخصيه لإيلون ماسك، نتحدث عن مخاوف الشركات التقنيه العملاقه من خساره نفوذها وسيطرتها على الاسواق. هل تعتقد بان الذكاء الاصطناعي سيكون مهدد لقوه هذه الشركات؟ تمام. هلا قضية الست شهور، يعني هي طبعا في مخاوف حقيقية، واللي بدنا نحكيه احنا يعني موضوع الست شهور تحديدا ايش الهدف منه؟ الهدف منه اعطاء، يعني نحكي الجانب الحقيقي. هلا احنا حكينا انه في رواد اعمال بدهم يكسبوا وقت، تمام هذا واقع، لكن الجانب الحقيقي والخطر الحقيقي انه التسارع في الموضوع استخدام الذكاء، تقنيات الذكاء الاصطناعي صراحة غير مدروس
وكتير متسارع. الخطورة في ذلك أنه العالم مش عم بيلتقط أنفاسه. مثلا ذكرنا موضوع الوظائف، طيب شو تبعات أو النتائج للاستخدام المفتوح للذكاء الاصطناعي؟ حيشكل هذا أزمة، أزمة كبيرة. يعني إحنا بنحكي على فعلا ملايين الأشخاص حتفقد وظائفها، وبالتالي حيكون أزمة. في عندنا طبعا موضوع نيجي نحكي على الشركات، كبرى الشركات اللي ممكن تأخرت في فهم أو استخدام الذكاء الاصطناعي، طبعا حيهدد نفوذها وحيهدد سيطرتها على السوق. وهذا ممكن واحد من الدوافع اللي كثير من رواد الأعمال هذول كانوا بأيدوا موضوع الرسالة. يعني ذكرت مسألة. تسمحي لي بعد إذنك بدي بس تفضل. أعطي أمثلة، إحنا بنضل نحكي وظائف بس نعطي أمثلة. لا شو هو أنا الوظائف في اللي حاجة نبي نسألك على، لأنه أنت ذكرت وكنت هنقول لك نفس هذه الفكرة، مسألة أنه يخرج لك شات جي بي تي نفسه صورة لشكل معين أو تصميم معين مثلا، هذا ممكن يكون مهدد للناس اللي تشتغل مثلا جرافيك ديزاينر، مصمم جرافيك على سبيل المثال. ممكن تعطينا أنت يعني أمثلة أكثر في هذا السياق؟ طبعا يعني ذكرت أنت جرافيك ديزاين، أنا بدي أقول لك كل ما يتعلق بالتصميم اليوم مهدد، تصميم المنازل، تصميم الحدائق، تصميم الملابس، تصميم الجرافيك ديزاين سواء المواقع او اللوجو، هذا كله اليوم موجود متاح البديل من الذكاء الاصطناعي بحلول صراحة جدا ابداعية. وظيفة الكاشير، الكاشير اليوم في كل المتاجر عندنا في كاشير، ويمكن اوريدي هذا بلشنا نشوف كثير اجهزة في نفس المتجر، في نعم صحيح. الكاشير وفي اجهزة اذا بدك انت تستخدم الدفع الذاتي بطريقة آلية. موظف الصراف، موظفين الصراف، الصرافة في البنك اوريدي يعني من الوظائف المهددة. المحاسبين بشكل عام اليوم انظمة الذكاء الاصطناعي قادرة تعطيني بديل قوي وكافي. إدارة الموارد البشرية في جميع الشركات برضه الذكاء الاصطناعي قادر انه يحل محلها. موضوع الترجمة، في برضه من المواضيع المهمة العاملين في مطاعم الوجبات السريعة، واحنا عارفين قد ايه الكم الهائل من انتشار مطاعم الوجبات السريعة. لما احكي العاملين ما بحكي بس على الكاشير، عم بحكي على اعداد الطعام، تقديم الطعام وموضوع الكاشير، يعني من A to Z 95% من موظفين مطاعم الوجبات السريعة وظائفهم برضه مهددة بسبب الذكاء الاصطناعي. نعم بدي أضيف بس معلومة أخيرة لبعض الوظائف، اللي مثلا حتى الوظائف السياسية أو وظيفة مثلا محامي. المحامي قد ايه بيكون مثلا نحكي احنا والله محامي شاطر، هو بقدر ما هو ملم ومثقف بالقوانين ودهاليز القوانين. الذكاء الاصطناعي زي تشات جي بي تي هو افضل مستشار، ما بدي اقول هلا بديل عن المحامي، لكن بدي اقول يصلح كمستشار يساعد المحامي في القضايا الشائكة اللي بده فيها مثلا يعرف تفاصيل ايش احسن شيء يتخذه من ناحية قانونية، نعم. فهو افضل مستشار في يعني السوق. على الرغم من أنها هي ثورة في عالم التكنولوجيا وأكيد هتسهل علينا حياتنا، ولكن في الوقت نفسه هي خطيرة على الكثير من أو في الكثير من الأوجه الأخرى. شكرا جزيلا لك الخبير التقني علي كلوب، شكرا على وجودك معنا.